خلينا ناخد على التليفون الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي، لأن برضو محتاجين نفهم شوية نقاط. أستاذ حسام صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضراتكم جميعا إن شاء الله. يعني هارد لك، كان نفسنا إن هنا النهاردة نيجي ونقول صباح النصر، أكيد كلنا كأهلوية في أي مكان في العالم. أولا هل حضرتك كنت متوقع أستاذ حسام يعني اللعب بهذا الشكل أو المباراة إن هي سير المباراة بمعنى أصح بهذا الشكل؟ تاني حاجة بتشوف يعني برضو إحنا إيه أخطائنا؟ ايه اخطائنا بالظبط على الملعب؟ اتفضل. طبعا هارد لك للاهلي، وهي دي كره القدم على فكره، ومش معنى ان انا خسرت مباراه انا خسرت كل شيء. انا يعني انا شايف ان الاهلي هو صاحب عرش افريقيا، 10 بطولات دي ما حققهاش، ده رقم قياسي ما فيش اي نادي حققه. يعني النهارده احنا لو شايفين ان الولاد لو كسب هي ثالث مره، فطبعا في فرق مع احترامي الكبير. دي كرة القدم، وما نستغربش من احنا شفنا محمد صلاح ورفاق وكانوا ماسكين كورة قدام الريال، ورغم ذلك في خطف الجون البطولة راحت، وده وارد. بعد كده ان موسيماني هو عامل اللي عليه بالفكر اللي هو شايفه، وان كان طبعا احنا عندنا زي ما حضرتك قلتي ان عندنا مثلا السولية كان مصاب، عندنا مثلا من وجهة نظر هو ما اشرفش قفشة وشريف مين الاول، ده طبعا ده وجهه نظر المدير الفني هو اللي شايف افضل وهو اللي هيحاسب، واكيد شيء طبيعي ان مجلس الاداره وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب ان كل ده هيدرس ونشوف عشان ما يحصلش في الفتره اللي جايه. ولكن احنا مش عايزين ندي الامور اكبر من حجمها، احنا خسرنا مباراه مش اكتر، ان اكيد ان احنا اللي جاي هيبقى بشكل جيد افضل. وبعد كده احنا شايفين من قبل المباراه ما تبتدي يمكن باسبوع او اكتر ان احنا كان في جدال ما بين مجلس اداره الاهلي والكاف عشان نختار مكان المباراه، وده طبعا اثر نفسيا. احنا كمان شفنا امبارح بصراحه حاجات هزليه اكتر حتى من بدايه دخول بعثتنا. يعني انا شايف لو حضرتك شفت اللقطه بتاع الكابتن حسام غالي وهو حتى بيحاول يخش، قلنا يعني الكلام ده كده. يعني انا بصراحه دي كارثه، انا مش عارف ازاي. يعني يا جماعه احنا ضيوف، وبعد كده ده احنا ثالث عالم، نادي القرن، شيء الناس مستويات عاليه جدا، ما ينفعش ان احنا نتعامل بده. شيء طبيعي ان ده هيبقى ليه بعض التأثيرات، ولكن طبعا مش هيبقى هي نهايه العالم. يعني انا عايز اسال سؤال يا استاذ حسام، معلش يعني جاوبوني يا جماعه، اي حد يجاوبني. انت بتكلمني دلوقتي في اداره وتنسيق، والناس طلعت ترد على هذه اللقطه، البعض منهم قال لك ايه؟ قال لك عشان التنظيم وانتم عايزين التنظيم. هو التنظيم على ده وملوش علاقه بالشماريخ اللي حضرتك والتامين فين اللي دخلت والليزر اللي في عين الحارس بتاعنا؟ هو في ايه بقى؟ هنهزر؟ بالظبط، دي بصراحه هم يحاسبوا عليها بصراحه، لان المفروض ان الكاف يحاسب على هذا، لان طبعا ليه تاثير سلبي، خاصه ان احنا كمان بنلعب على ارض غير محايده تماما، وده انا ما شفتوش بصراحه. والاهلي بيطالب من زمان بفتره طويله وكافيه ان احنا نقدر نختار ملعب محايد، ولكن للاسف انا ما اعرفش ليه التعنت. احنا كلنا على فكره حتى غير الاهلاويه مستغربين من حق الاهلي بالظبط، وكان يعني كان متوقع ان الاهلي هيقابل الوداد، فماذا لو كان في على فكره كتير من الدول مرحبة ان هي تستقبل المباراة على ارضها، ولكن برضو انا بصراحة من الناس المستغرب جدا على التعنت ده، ولكن هارد لك للنادي الاهلي. خلينا يا استاذ حسام، خلينا بعد اذن حضرتك نقف ولو للحظات عند التفصيلة دي. الكاف تمام، اعتقد ان اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى، واحنا بقالنا فترة مش قليلة كل يوم والتاني بنتكلم على تفصيلة أبعد ما يمكن عن العدالة وأبعد ما يمكن عن المنطق جايلنا أو جاي علينا بعبارة أدق من قبل الكاف. النادي الأهلي كالعادة مجلس الإدارة طبعا برئاسة كابتن محمود الخطيب وكل من ينتمي لمجلس إدارة النادي الأهلي، الحقيقة ودي مش المرة الأولى وشكلها مش هتبقى الأخيرة كمان يا أستاذ حسام، إن هم بيحاولوا باستماتة إن هم يدافعوا عن حقوق النادي الأهلي، عن حقوق لعيبة النادي الأهلي وجماهيره، عن إرساء مبادئ المفروض ان هي تكون موجوده من الاول زي تكافؤ الفرص وزي العداله الى اخره. فاضل ايه تاني نعمله وما عملناهوش؟ يعني مش ناقص غير ان احنا نروح نعمل المحضر يعني في اسم العمرانيه ولا نعمل ايه؟ الاهلي طول عمره من المؤسسات العريقه اللي بتتبع الخطوات القانونيه وتبع اللوائح بشكل صارم جدا. حلو. وهي بتنفذه بكل دقه. تمام. وده اللي حصل، وبصراحه انا حاسس ان مجلس الاداره اجهد
من كثر الكلام صحيح. مع المسؤولين في الكابيتال احنا اجهدنا كمان صحيح. طب الحل ايه بقى عشان كلنا فرهدنا كده زي ما حضرتك بتقول؟ بصراحه انا مستغرب يا جماعه، هو في ايه؟ هو المطلوب ان الاهلي يحصل كده يا جماعه؟ ده بيمثل افريقيا، بيمثلكم انتوا كمان. انا ما اكون عندي فريق قوي، المفروض ان كلنا نقف جنب، ما بقاش مثلا انا مستني او بسعى ان يسقط تحت اي ظرف، ولكن الاهلي طول عمره يفضل هو الاهلي، وان شاء الله النجمه ال 11 هتتحقق المره الجايه باذن الله، ومبارك له ومبارك لمجلس الاداره وكل جماهير النادي الاهلي عريق على مستوى العالم. نامل ذلك كلنا اكيد. استاذ حسام، شكرا جدا على هذه المداخله.